على مقربة من العاصمة الألبانية تيرانا وبحضور العديد من الشخصيات العربية والغربية والآلاف من عناصر مجاهدي خلق، عقدت المقاومة الإيرانية مؤتمرها السنوي بهدف فتح ممارسات نظام الملالي ومعاناة الشعب الإيراني. من حضوري إلى مؤتمرات المعارضة الإيرانية منذ عدة سنوات، عدد الحاضرين يكبر، عدد الحاضرين العرب يزداد ويرتفع، عدد الحاضرين الأوروبيين والأمريكان يزداد عددا ويرتفع في المستوى. هذا يعني أن هذه المؤتمرات تحقق نتائج. العمل المعارض لا يحقق نتائج ثورية في لحظة ولا في يوم ولا في سنة، هو عمل طويل وبحاجة لصبر، وهذا متوفر عند الإيرانيين، المعارضة الإيرانية، بصورة ملفتة للنظر، بصورة مبهرة. يعني في ضوء التطورات الدولية التي تجري حاليا وإيران في عين العاصفة كما يقال، صحيح هناك عقوبات دولية وهناك ضغوط دولية مهمة، لكن يبقى العامل الداخلي هو العامل الأساس، والعامل الداخلي يتشكل ويتجسد في المقاومة الإيرانية، وهو محور تنظيم استياء الشعب الإيراني من أجل الإتاحة بهذا النظام الإيراني. وأيضا نحن من خلال إقامة هذا المؤسسة، هذا التجمع في مخيم في مدينة أشرف 3، نريد أن نظهر بأنه للمقاومة الإيرانية قابلية إمكانية أن لمرحلة ما بعد إسقاط النظام، وهو إعمار إيران وبناء إيران حرة مستقلة ديمقراطية. وخلال كلمة الافتتاح أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي على عدم أحقية النظام الإيراني التدخل في شؤون دول أخرى، ووجوب إجباره على التخلي عن الإرهاب وعدم السماح له بالتقدم في مشاريعه، مشيرة إلى التوترات التي يثيرها نظام الملال حالياً لإجبار العالم على التراجع عن العقوبات المفروضة عليه. عقود من القمع والإرهاب والانتهاكات يمارسها النظام الإيراني، تقابلها مقاومة استقطبت تأييد العالم أجمع. هذا ما يأمل القائمون على المؤتمر إيصاله إلى العالم، علهم يتمكنوا من تغيير هذا الواقع. لأورينت نيوز، محمد الجزار من مدينة أشرف 3، ألبانيا.